دكتور عدلي الشيخ، استشاري الطب النفسي وحاصل على البورد العربي للطب النفسي من المجلس العربي للاختصاصات الطبية بجامعة الدول العربية، ماجستير الطب النفسي والأمراض العصبية بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، حصل على تدريب في الطب النفسي الواصلي من جامعة مانشستر إنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية للطب النفسي NEI وجمعية تعليم العلوم العصبية، حصل على التدريب الأساسي في العلاج الدوائي والسايكوثيرابي العلاج بالكلام قسم الطب النفسي مستشفى القصر العيني جامعة القاهرة، عمل في مؤسسات الطب النفسي الشهيرة مثل مستشفى الطب النفسي للأستاذ الدكتور هشام صادق ومستشفى الطب النفسي والإدمان بالقصر العيني ومستشفى بهمان للصحة النفسية، عيادة الرجاء الصالح للطب النفسي فرع المهندسين 38 شارع سوريا بجوار بلاتينوم مول الدور السادس، تليفونات العيادة 012-72-53-54-52 أو 02-33-59-466. فرع مصر الجديدة 1 شارع جاد الحق ناصيه سيد زكريا مساكن شرطن الدور الأول، تليفونات العيادة 0-127-44-22-348 أو 02-22-68-94-06. في العيادة كلنا مؤمنين إيمان شديد إن عشان أعرف أساعد بني آدم بيعاني من اضطراب نفسي أنا لازم أعمل تقييم دقيق جداً وبحث شامل لإيه اللي أدى للاضطراب ده. فالبداية بتكون إن المريض بيدخل العيادة وبيقعد مع المعالج أول مرة، والغرض من التقييم بنسميه التقييم المبدئي، والغرض من التقييم المبدئي إن المعالج يقدر يحط إيده على إيه الأسئلة اللي عايز يلاقي لها إجابات، إيه الحتت اللي عايز يبحث فيها، ثم بيطلب من المريض أنه يعمل اختبارات نفسية وفحوص معملية. الاختبارات النفسية دي بتكون طبعاً مرتبطة بالشكوك بتاعة الطبيب أو المعالج، هل هطلب منه اختبار للسمات بتاعة الشخصية بتاعته لأن ده أنا شكل فيه مشكلة، أو هطلب اختبار يساعدني في أن أنا أحط إيدي على الإدراك أخباره إيه في الوقت ده وما إلى ذلك. ثم بيجي المريض عشان يقابل الطبيب أو المعالج للمرة الثانية وبنسميها التقييم النهائي، وهنا بتتضح الرؤية قدام المعالج، وبعد الجلسة بتاعت التقييم النهائي بيروح موزع المريض على العلاج أو العيادة اللي مناسبة ليه. هنا معانا فريق متخصص في علاج الاضطرابات بتاعة الأطفال السلوكية من ناحية، علاج أمراض الإدمان بكل أشكالها سواء كان الإدمان على المواد أو الإدمان على السلوكيات زي إدمان العلاقات وإدمان الإنترنت والجيمز اللي الشباب بقى بيعاني منه كتير في الفترة دي وما إلى ذلك. في أيضا العلاج العيادة المتخصصة في علاج اضطرابات الأكل السلوكي، دي واحدة من العيادات اللي احنا بنفخر إن هي هنا عندنا، المتخصصة في علاج أمراض النهم، أمراض الأنوركسيا والبوليميا، اضطرابات الأكل المتعلقة بسلوكيات البني آدم واللي بيدور في دماغه من مشاكل بيعالجه بالأكل أكتر منها المشكلة اللي بيحطه في طبقه اللي بيعالجها الأخصائي التغذية. أيضا من التخصصات اللي عندنا هنا في العيادة عيادة متخصصة في علاج الاضطرابات الذهنية سواء كان الفصام بكل أنواعه أو اضطراب البايبولر أو الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. والاضطرابات الذهنية كتير بتبقى الناس معتقدة ان علاجها الاساسي هو العلاج الدوائي فقط، طبعا العلاج الدوائي ليه دور كبير فيها ولكن ايضا ليها جانب كبير من العلاج السلوكي وليها جانب كبير من ان انا ادخل الاسرة في منظومة العلاج واشركهم وفهمهم المرضى لما بيفهموا ايه المرض ده وايه الاضطراب ده واسرتهم بتفهم المناخ كله بتاع البيت بيرتاح وبنقدر نساعد الطبيب او المعالج النفسي على ان خطة العلاج تمشي بنجاح لحد الاخر.
الغرض الرئيسي من أي عيادة ومن أي منظومة علاج بتحصل هنا في العيادة هو إن يحصل علاج حقيقي للمرض النفسي، مش مجرد تسكين للأعراض، مش مجرد إن المزاج يبقى أحسن وبس، لأن البني آدم ده يعرف يرجع لحياته، يعرف يرجع يشتغل، إن الطالب ده يرجع يكمل دراسته، إن الست دي ترجع لبيتها وتعيش حياة سعيدة.